يمكن اتكلمت مع حضراتكم قبل كده، واللي يمكن ما تابعش الحلقة كنا دايما بنقول ان مجال الفضاء لازم مصر يعني تحقق فيه تقدم اكتر واكتر، لان الحقيقة الواحد بيغير على وطنه، يعني انه يشوف مثلا بعض الدول متقدمة جدا وعندها ثقافة مجالات الفضاء والتقدم في الفضاء، واحنا عندنا في مصر مجال الفضاء ده بيكون في بس مجرد سماع كده أو مجرد دراسة على استحياء، لكن مفيش تفاعل كبير جدا. لكن احنا بنتكلم في برة، ممكن تسأل طفل تقول له انت عايز تطلع ايه، تطلع انا عايز اطلع رائد فضاء. هنا لو نفس الجملة اتكررت عندنا في ثقافة الأطفال والتفاعل مع الأسر هنستغرب جدا ونقول له عايز تطلع ايه حبيبي، فيقول لك رائد فضاء، فنستغرب جدا ونستهجم منه يعني. لكن الحقيقة مصر أدركت المشكلة، مصر أدركت إن هي لازم تنور نفسها في مجال الفضاء بشكل كبير، وفي خطوة مهمة جدا جدا احنا بنتكلم فيها خاصة في شهر رمضان، وده يمكن بيهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزي ما قلت لحضراتكم حلول شهر رمضان. إيه الخبر بقى؟ وكالة الفضاء المصرية أطلقت النهاردة أولى حلقات مسلسل الرسوم المتحركة حلم الفضاء. المسلسل ده هو الأول من نوعه في الوطن العربي اللي بيهتم بنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء، وبيهدف بتعريف الأطفال بعلوم الفضاء زي المجرات الكواكب، وده طبعا لزيادة الشغف يعني بحلم الوصول للفضاء. عايزين نتكلم في الموضوع المهم ده قوي مع المهندسة إيمان الإمام، مديرة وحدة دعم التكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية. مهندسة إيمان، تحياتي لحضرتك وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. أهلا بحضرتك أستاذة آية، الله أكرم. لو عايزين نتكلم في تفاصيل المسلسل الحقيقة، يعني لحظة التفكير في تنفيذه كمان والفكرة نفسها، وعشان يتم الانتهاء من مرحلة العرض بقى إن شاء الله بالنسبة للتفاعل مع الأطفال وزيادة الثقافة في علوم الفضاء، يعني عايز أعرف الكواليس دي كلها من حضرتك. الحقيقة إحنا في الوكالة بدأنا بفكرة مسلسل حلم الفضاء، إن إحنا عايزين نبني الثقافة بتاعة الفضاء جوه ولادنا من وهم صغيرين، ونقول لهم ايه الخطوات او ايه الطريق الصحيح اللي يخلينا نبني اجيال قادمة تقدر ترسم مستقبل مصر والمنطقة العربية في الفضاء. بدأ الموضوع بفكرة عندنا في مركز دعم التكنولوجيا في الوكالة، ان احنا عايزين نعمل مسلسل الرسوم المتحركة بشكل بسيط يقدر يوصل الهدف اللي احنا عاوزينه ده لقطاع كبير من الشعب المصري والعربي في رمضان. وبعدين بدأنا نحط الخطوط العريضة للفكرة ونقدر نبلورها شوية شوية، لحد لما وصلنا لأن احنا نعمل السيناريو بتاع المسلسل مع الناس الستاف المحترفين اللي هيكتبوا لنا القصة بتاعت السيناريو، بإطار أن مصر في سنة 2030 هتعمل وكالة الفضاء المصرية إعلان عن مسابقة لاختيار رواد أطفال، رواد فضاء من الأطفال وتدريبهم. من خلال بقى مراحل التصفية والتدريب بتاعة الولاد في المسابقة بنقدر نوصل. المسابقة دي متعلقة بمتابعة المسلسل ولا دي حاجة منفصلة ولا إيه؟ لا، ده السيناريو نفسه، يعني السيناريو نفسه في السيناريو بتاع المسلسل نفسه بالظبط. تمام. هو بيتعرض فين المسلسل ده مهندسة إيمان؟ هو بيتعرض على أكتر من قناة الحقيقة، بيتعرض على قناة الحياة الحمراء والزرقاء، وبيتعرض على الفضائية المصرية، وبيتعرض على قناة نايل فاميلي. تمام. وبتعرض يعني على قناة في الأولى. كذا قناة بيتم العرض بشكل كبير جدا عشان ينتشر يعني ويتم تفاعل الأطفال معاه. هل في النية لترجمة المسلسل بلغات أجنبية عشان ينتشر على نطاق أوسع وأكبر؟ الحقيقة إحنا فعلا تلقينا طلبات في الوكالة بترجمة المسلسل، وفي جهود هنبدأها علشان نترجمه مبدئيا للغة الإنجليزية إن شاء الله.
ان شاء الله. لو بنتكلم بقى في التكنولوجيا، يعني حضرتك عارفه اكيد ان السوشيال ميديا دورها كبير جدا في التفاعل بالنسبه للاجيال المستهدفه من هذا المسلسل. هل انتوا في صفحه مخصصه لنشر هذا المسلسل للتفاعل مع الاجيال الجديده بخصوص علوم الفضاء، الفيدباك او رجع الصدى بالنسبه للحلقات اللي هيتم عرضها في الشاشه الصغيره يعني المسلسل او شاشه التلفزيون؟ في صفحة على الفيسبوك خاصة بالمسلسل، وفي صفحات الشركة المنفذة وصفحة مركز دعم التكنولوجيا للوكالة وصفحة الوكالة. كل دي صفحات بتنشر المسلسل وأحداثه إيه. كمان في قناة اليوتيوب بتاع قناة الحياة بتنشر برضو حلقات المسلسل، ومنصة واتشت بيتذاع عليها برضو المسلسل. هل في صعوبات يعني انتوا قابلتوها في التقنيات التنفيذية اللي خاصة بالمسلسل ده؟ أي خطوات تانية في تنفيذ الهدف المحترم ده؟ احنا في التنفيذ كان الصعوبات في ان احنا ازاي نبسط الحاجة وفي نفس الوقت نقدم المعلومة سليمة. فقدرنا ان احنا نقدم مثلا معلومات تخص انواع القمر الصناعيه وتطبيقاتها، ايه المكونات اللي جوه القمر الصناعي وكل مكون بيستخدم في هدف ايه بالظبط. قدرنا كمان نبسط رائد الفضاء علشان يتم اعداده، دي مرحله بتبقى طويله ممكن توصل لسنتين او 3 سنين. وكمان نسبة اختيار الرائد بيبقى ممكن يبقى من واحد ما بين كل مثلا 20,000 بيتقدموا بنختار واحد بس. فقدرنا نبسط المراحل اللي بيتم بيها تدريب رائد الفضاء واختياره، التدريبات البدنية والنفسية اللي بتعرض ليها، التدريبات اللي بيمر بيها المختلفة علشان يبقى مؤهل لأنه يبقى ضمن طاقم رحلة تغزو الفضاء. فالمعلومات دي كلها عشان نبسطها للمشاهد أخذت مننا مجهود وتعاون ما بين التيم بتاع الجرافيكس مع الفريق بتاع الوكالة، ونقدر نوصل للتبسيط اللي وصلنا له. طيب في مسلسل مهندسة إيمان، يعني حضرتك أشرت نقطة مهمة جدا، فكرة إعداد رائد فضاء، يعني وإن يكون في ثقافة وتوعية بإعداد رائد الفضاء للأجيال الجديدة عندنا في مصر. لو بنتكلم في الخطة دي تحديدا، هل وكالة الفضاء المصرية حاطة خطة أو استراتيجية غير طبعا القوة الناعمة اللي موجودة في المسلسل في إعداد رائد الفضاء عندنا في مصر؟ الحقيقة فعلا في استراتيجية اتحطت لبرنامج إعداد رائد فضاء مصري، والوكالة أعدتها وعرضتها كمقترح بخطة تنفيذية كاملة للجهات المعنية، ومنتظر الموافقة عليها عشان نبدأ في تنفيذها. بعد المسلسل إن شاء الله لما ينجح على خير، إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هل في نية إن المسلسلات دي تزيد فبالتالي الوعي يزيد، تفاعل الأطفال هيكون أكتر مع هذا المجال والطموح يكبر أكتر في مجال رائد الفضاء في مصر؟ الحقيقة هو المسلسل خطوة من ضمن الخطوات اللي الوكالة بتنتهجها علشان نوسع ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء بين مختلف طبقات الشعب المصري. ففعلا احنا في الوكالة عندنا رحلات ميدانية من المدارس ومن الجامعات بنستقبلها، والوفد اللي بيجي من المدرسة أو من الجامعة بيعمل تور في معامل الوكالة المختلفة علشان يبتدي يتعرف على مراحل تنفيذ الأعمار الصناعية إيه هي. وكمان بنعمل لهم ورش عمل بهاندز اون، يعني بيبتدوا ياخدوا موديل القمر صناعي ويبداوا يجمعوه وبيشوفوا الموديل دوت بيتجمع ازاي، وبيشوفوا الصوره الحقيقيه من النموذج دوت شكلها ايه، وايه المراحل المختلفه اللي بيمر بيها القمر في تنفيذه. فبكده بنقدر ان صحيح. احنا اللي هو يوصل المعلومة بشكل كبير.
مهندسة إيمان بالظبط. الإمام، مديرة وحدة دعم التكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، شاكرة جدا لحضرتك، وبنشكر وكالة الفضاء المصرية الحقيقة على مجهودها وعلى الخطوة المحترمة دي اللي خاصة بإنتاج هذا المسلسل لتوعية ولادنا وشباب المستقبل زي ما بنقول كده بمجال الفضاء، وقد إيه مجال الفضاء ده مجال مهم جدا، ولازم طموح ولادنا وأطفالنا يكبر أكتر في المجال ده عشان بلدنا تكبر في المستقبل في مجال الفضاء، وتقدر إنها تواكب كل المراكز العالمية، إحنا مش أقل من حد.